يقول السائل: سمعت بعض أهل العلم يقول بأن الدبابيس في لبس الإحرام كالمخيط، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان هذا صحيحا، هل تبطل عمرة من فعل هذا الأمر عن جهل؟ بارك الله فيكم. نعم نعم، لا يجوز تشبيك، لا يجوز تشبيك الرداء بالمشابك أو بالدبابيس، لأن هذا يشبه المخيط، يشبه المخيط، بل يجعل يطرح الرداء طرحا على كتفيه ويلفه على صدره، يلتحف به التحافا بدون أنه يشبكه بالمشابك أو بالدبابيس. لكن لو فعل هذا فإحرامه صحيح، إحرامه صحيح، ولكن يترك هذا من باب الاحتياط والبعد عن مشابهة المخيط. نعم.